انا دلوقتي شغال مش فورورد، شغال باكورد، يبقى معنى كده هبدأ الاول باخر نود اللي هي الاتش. طيب النود اتش كان كل اللي عندنا اللي هو الاتش والديوريشن والايرليست ستارت والايرليست فينش. هعمل ايه بقى؟ بحط القيمه اللي هي هنا دي في الايرليست فينش احطها في الليتست فينش، والقيمه اللي في الايرليست ستارت احطها في الليتست ستارت. ليه بقى؟ لان دي اخر نود او اخر اكتيفيتي في البروجكت، وبالتالي انا عايز احافظ على النود دي ان ما يبقاش فيها فري تايم. فباخد ال 13 دي احطها هنا واجمع الاثنين على 15، يبقى هي نفسها ال 15 اللي هنا هي اللي هنا. فمعنى كده ان النود ديت ما فيهاش فري تايم او ما فيهاش سلاج تايم.